مبدأنا مش الكرام مش دخلنا شفت محبيكم معنا في هذا البث المباشر. أول شيء غادي نبغي نقول لكم صباح النور وجمعة مباركة. يعني كيف ما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات يعني العمال كيتوجهوا لمراكز العمل ديالهم هنا بوسط مدينة الدار البيضاء. كتبوا معنا مش الكرام في هذه اللحظات يعني الناس كيتسناو سيارة أجرة من أجل التنقل إلى مراكز العمل ديالهم. في يوم موفق يا ربي للجميع والله يسهل على أي واحد خصوصا العمال اللي فايقين في الصباح الباكر من اجل كسبوا هذا القوت يومي باش يعيشوا وليداتهم والاسر ديالهم حلالا طيبا. كما كتشوفوا معنا هنايا الناس كيشدوا الطاكسيات او سيارة الاجره من شارع لالا الياقوت.